طيب هنا سؤال يقول: كيف أجعل صلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح، ولكن ماذا بعد ذلك في السياق نفسه؟ ها؟ ولذكر الله أكبر. جاءني شاب، أنا يعجبوني بعض الشباب صرحاء، وبعض البنات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهن. وأن حل واحد، تعال أنا أعطيك شيء إذا تقدرت تستمسك به، أنت باغي تخرج، أنت قلبك فيه خير، بدرة خير فيه، تقدر تستمسك. قال: إن شاء الله أنا باغي أخرج وما قادر من هذا المستنقع. طيب ذكر الله سبحانه وتعالى في اللحظة، في الوقت الفلاني قل كذا، وفي الوقت الفلاني قل كذا، وفي الوقت الفلاني قل كذا. في المذاكرة لا تجلس وحدك، بعد الصلاة فعل كذا، في الليل كذا. فأعطيته خارطة بسيطة إنزين لكي يسير بها في يومه ويتخللها الذكر. بعد فترة، وهذا الرجل يعني أشوفه بين فترة وأخرى ويأتي يسلم عليه، بعد فترة قال من خلال ذكر، يقول: صرت أشاهد أنوارا. بعدما كان يشاهد مقاطع مخلة صار يشاهد أنوارا، حضور ملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة إذا ذكر الله حطت بأجنحتها. لماذا؟ لأنها تحب الذكر، لأن مهنتها الذكر. زين، طيب، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح، ولكن متى؟ إذا امتلأ القلب ذكرا، وامتلأ القلب يقينا باستعمال الأدوات، ستنهى إن شاء الله تعالى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. متى؟ إذا كانت الصلاة ذكرا، إذا كانت الصلاة ذكرا في حد ذاتها، بحيث أن الإنسان يتلذذ في صلاته، ولا حتى يريد أن يخرج منها.